شنو وقع في الطاس؟ تقريبا المغرب كاع كله عارفه، تقريبا فرقه مرجعيه تقريبا وعندها تاريخ والاسم ديالها اكثر من الارقام ديالها ودوزت النجوم وطعمت الفرق الوطنيه كلها في المغرب وطعمت الفريق الوطني، وعايبة الفرقه هذه اللي غتولي في هذه الحاله هذه تقريبا هذه 4 سنين هذه تقريبا، وهذا الرئيس هذا غادي تهلك الفرقه العام الاول فهمتي فلت مطيوح مع قنيطره، العام الثاني مع سيدي قاسم، العام الثالث طاح، العام الثالث طاح اللي هو دوز عام عاوتاني كان غادي يطيح، العام الاخر هو طاح الخميسات فهمتي، طاح البلاصه ديال الظلمات، والوالد الله يرحمه كان يقول الى طحتي لهذا القسم هذا خصك مع الصوارخ والطنوقه باش تطلع، هو قصد بها الصوارخ والطنوقه لعابه، في لعابه خص الفلوس خص هذه ماشي اجي يطلع تيتصعب وتطلع راه في السلوم تطلع في السلوم، لازم عارف هذا الشيء، وحنا هذه هي الرابعه دابا في الوقعه الاحتجاجيه، لازم الصراحه 4 قطرات دابا وحنا تنديروا في هذه الوقعه الاحتجاجيه، باقي تنتسنى من السيد العامي العمالة تاع الصباحي المحمدي والسيد الوالي فهمتي، تنتسناو منهم الجواب ديالهم وبغيناهم يساعدونا فهاد الوقفه هادي باش هاد الرئيس يرحل يمشي بحالاته، بركه صافي 4 سنين هادي بركه، والمشكل ديال الانخراط عنده تقريبا 11 واحد من العائله ديالو هما اللي انخرط ليهم باش في جمع العام حتى شي واحد ما يجي يدير مع اي مناقشه ديال الحسابات ويدير تيدير اللي يبغى في هاد الفرقه فهمتي، تيدير اللي يبغى زعما عار هاد الرئيس باش يبقى، انا كئيب المرحوم كئيب وضحينا في الفرقه حياتنا كلها ضاعت، ضيعنا الوالد ضيع ولاده على قبل الفرقه باش تعيش، وبقات لي امانه فانقو هذا الرئيس خصو يمشي بحالته واخا المغرب بوحدي، هذا الرئيس خصو يمشي بحالته خصو يرحل من الفرقه يبعد من الفرقه، ما عنده ما يدير لها ما عنده ما يكذب علينا يقول لنا انا كتقري يقول كنجيب اللعابه ولا غندير، ما اللعابه ما كاينينش في المغرب ما بقاوش، السوق هو السوق كذب عليك هو، احنا عندنا المغرب كله قداش قسم وطني الاول ولا قسم وطني الثاني، وحسب شحال من لعاب كاين ما عرفتش اش نقول لك، واحد العدد كثير ها هو في المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي اللي خصو يلعبوها المحليين هنا وما لعب حتى واحد حتى واحد، اذا ما عندنا لا كره نبدا يقول نجيب اللعابه ولا يبدا يكذب علينا ولا هذه، الله يخليك لما بعد من الفرقه بعد من الفرقه حد السويرتات، انا المشكل ديال الميزانيه ولا ديال الماليه ولا شي حاجه والله ما تتهمني، سير الله يعاونك تحسب ما الله على البلوس فهمتي، تحسب ما ديال المال ديالك، قدم استقالتك قدم استقالتك الله يجعل البركه. المطالب ديالنا كانت في الاول بفتح باب الخيرات لانعاش الخزينه ولفتح باب ولوج الجماهير الملعب، التواصل بين اللاعبين بين الفريق والجمهور، من بعد سقوط المدوي اللي عرفوا الفريق والنزول الى القسم الاوات ولينا دابا كنطالبوا الرئيس المنفلوطي انه يخلي الفريق انه يحاسب يعطينا تقرير المالي، يعطينا تقرير مالي من بعد عقد جمع عام يكون فيه جميع مكونات الحي المحمدي من المجتمع المدني من قدماء اللاعبين، ومن بعد محاسبه ومن بعد الرحيل، لانه لم يعود الرئيس الذي يمثل فريق اتحاد البيضاوي.